مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا، تفضلي يا لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الإنتاج الدفاعي والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة. وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال لقاء أجراه التلفزيون المصري، أعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة لإعادتهم بسلام إلى أرض الوطن. وأشهد المواطنون بالدور الكبير للسفارة المصرية بالخرطوم في عملية إجلائهم لأرض الوطن. بتوجيهات من الرئيس السيسي، يستمر العمل في معبر أرقين لإعادة المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عبور العالقين من هناك من مختلف الجنسيات الصديقة والشقيقة. وفي هذا السياق، تواصل فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري جهودها عند المعبر لمساعدة العائدين، وأقامت تلك الفرق مركز خدمة إغاثية إنسانية عند معبر أرقين الحدودي لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ، وتشمل خدمة الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية. يأتي ذلك بالتنسيق مع سفارة مصر بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمة الضرورية للمتضررين من الأزمة. تنعى وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، والذي استشهد خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان. هذا وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد
يؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤولياتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين أيضا عودتهم لأرض الوطن بسلام. دخل وقوف أو وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني قبوله للوساطة السعودية والأمريكية لوقف القتال الدائري في السودان والدخول في هدنة لمدة 72 ساعة. وأضاف الجيش السوداني أن الموافقة جاءت للتخفيف عن المواطنين ولدواع إنسانية، مشددا على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بوقف كافة الأعمال العدائية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية وعرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. كما شدد على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا. وأوضحت مصادر إيطالية أنه بعد أحوال جوية سيئة استمرت 4 أيام ارتفع مرة أخرى عدد القوارب التي تحاول العبور إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من 36 ألف شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بنحو 9000 شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أعلنت الأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز نهاية الشهر الجاري الصين من ناحية عدد السكان لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم بنحو 1.43 مليار نسمة. وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك إن التوقعات تشير إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية هذا القرن، في حين من المتوقع أن يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.